الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. مبين أن هذه السنة سنة البنات، مبروك، ونسبتي كانت 99.31. كلهم من فضل الله أكيد. النواعم يستقبلن النتائج بالدموع ويحرزن مراكز متقدمة في المجموع. ما كنت أتوقع أني راح أوصل حق هالمرحلة، يعني من وأنا كنت صغيرة بالنسبة كانت أتوقع يعني إنه كل واحدة بيطلع الامتحان بعرف شو أغلاطه. الراي يرصد فرحة النجاح وأمنيات المستقبل بعد رحلة الكفاح. الله، لدينا جدول يعني مليء بالافتتاحات القادمة من مراكز رعاية أولية ومن مراكز تخصصية. جملة من المراكز التخصصية على خارطة الصحة الإنمائية. هناك برامج عمل يتم وضعها لصيانة الطرق. الأشغال عمل على صيانة الطرقات لتقديم أفضل الخدمات. وفي النشرة شر الحرارة ما يضحك. أسدل الستار على نتائج الثانوية العامة وكشف النقاب عن النسب، حيث أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى نتائج الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2014-2015. وقال العيسى في مؤتمر صحفي عقده لإعلان نتائج الثانوية العامة وطلبة الأوائل إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 91.2% في القسم العلمي، في حين بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 86.3%. مبين أن هذه السنة سنة البنات، يبان أن البنات هم المسيطرين على مراكز التفوق دائما. أنت ميولك أدبية دائما؟ وبتحب القراءة؟ القراءة بحب، يعني تغذي العقل أكيد. احنا متصلين فيك لسبب عشان نهنيك لحصولك على المرتبة الثانية على مستوى الكويت. الحمد لله. ألف ألف مبروك. الحمد لله. المبروك، ونسبتك كانت 99.31. الحمد لله، كلهم من فضل الله أكيد. إن شاء الله. وأنت عندك أخت كمان؟ أخت. أختك في أي مرحلة؟ عندي ما بعد 12. نعم؟ ما بعد نفس المرحلة. مريم مريم مريم. وينها؟ موجودة معاكي؟ موجودة. أكلمها. مريم. ألو. ألو. يا مريم. نعم. يعني كيف الصدفة هذه أنك تحصلين على المرتبة الأولى وأختك على المرتبة الثانية على مستوى الكويت؟ هذا من فضل ربي. الحمد لله. نسبتك 99.32. هذا من فضل ربي ودعاء الوالدين. رضا الوالدين. الفرق بينك وبين أختك 10، من الأكبر أنت ولا هي؟ شيء ما أكبر مني. شيء ما أكبر منك؟ أنت كنت قاعد على جنب الامتحان؟ بعد. نعم. دائما بعد عن بعض. وقد غمرت الفرحة صدور الطالبات والطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في اختبارات الثانوية العامة. خالد الفارس رصد فرحة المتفوقين في التقرير التالي. لم تقتصر فرحة النجاح بالحصول على معدلات مرتفعة في الثانوية العامة على الطلبة والطالبات فحسب، بل تعدت إلى عام طويل من الدراسة والمثابرة عمل خلالها ذووهم على تهيئة أجواء تؤهلهم للحصول على أفضل النتائج، وهو ما كان منهم، حيث حصلوا على معدلات عالية وأدخلوا السرور إلى البيوت والقلوب. والله الحمد لله وايد مستانسة، ما كنت أتوقع أني راح أوصل حق هالمرحلة يعني من وأنا كنت صغيرة، بس الحمد لله أنا كنت حاطة ببالي هالشيء والحمد لله. تأسيسه من والدتها تأسيس عدل الحمد لله، وإحنا وفرنا لها كل شيء،
كل شيء تحتاجه. وبالنسبة حق وقت الدراسة كنا نطلع الصغار نطلعهم برا البيت. المكتب الوزارة بحكي أنت وليت أمر مريم الشيماء شاكيلو بحكي استعدوا خل التليفون مفتوح عشان 1:30 حيتصل عليكم الوزير. إجا أخوي يكمل الفرحة فقعد يحكي أكمل فرحتكم، حكيت له حكي الأولى والثانية. فهون كانت صدمة كتير يعني كتير كبير. بالنسبة كانت توقع يعني لأنه كل واحد بيطلع من امتحان بيعرف شو أغلاطه وبيجمع مع النسب اللي أخدها النسبة الماضية اللي أخدها. فخلص يعني كل واحد بتوقع أنا عملت وأنا عارف شو عملت بالامتحان فأنا متوقع ما بعرف شو أحكي يعني أنا هلا ما بقدر أعبر عن فرحتي. وما بين التخطيط والعمل رسم البعض خارطة طريقه إلى المستقبل خلال العام الماضي على أمل تحقيق ما يصبو إليه. أول شيء ما كنت بتوقع أبداً أن أكون من الأوائل في القسم الأدبي، كنت بتوقع أكون من 50 بس مش من 10 الأوائل، كنت بتوقع يعني أجيب نسبة 97 يعني هيك، بس ما كنت بتوقع أبداً يكون نسبة 98 وهيك. صرت أفكر الحين بالتربية، أفكر أدخل أدب إنجليزي أو فرنسي أو عربي. كنت سعيدة إن ربنا يعني بعد كل التعب اللي تعبته في 3 سنين دي، كانت 3 سنين صعبة جدا، ربنا الحمد لله يكفيني على تعب ما ضيعه. كنت متوقع إني أكتر لأني كنت جاي في 10% كنت جاي في 11%، وبعدين اتفاجئت في نص سنة إن أنا نقصت في 12، نقصت في العربي 2. ما بين عام من التعب والمثابرة وظهور النتائج ركب الفائقون سفن النجاة لتعبر بهم عقبة الدراسة الثانوية وصولا إلى بر التفوق. وزير الصحة علي العبيدي افتتح مركز العدان الصحي التخصصي وأكد على هامش الافتتاح أن الوزارة ستقوم بفتح العديد من المراكز الصحية وذلك ضمن الخطة الإنمائية، وتقارب تكلفة مركز العدان الصحي 1,000,000 دينار ويحتوي على عيادات العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان والصحة المدرسية والجراحة وغيرها من العيادات التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات. الله لدينا جدول يعني مليء بالافتتاحات القادمة من مراكز رعاية أولية ومن مراكز تخصصية وإن شاء الله مستشفيات بإذن الله. اليوم نفتتح مركز العدان الصحي التخصصي بكلفة مالية تقدر 1,000,000 دينار كويتي. يحتوي المركز على العديد من العيادات، طبعا فيها العيادات الطب العام والممارسين العاميين وفيها أيضا عيادات تخصصية مختلفة جدا لتغطي يعني مناطق عديدة حوالين مركز العدان الصحي التخصصي. أكثر من 18,000,000 متر مربع أسفلتي تم صيانتها في طرقات الكويت من قبل وزارة الأشغال العامة خلال العام الماضي بحسب ما أعلن الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة محمد بن نخي على هامش افتتاحه معرض قطاع هندسة الصيانة. هناك برامج عمل يتم وضعها لصيانة الطرق وتحدث هذه البرامج بصفة دورية من خلال أقسام متخصصة عندنا بالتنسيق مع المركز الحكومي للفحوصات، طبعاً يكشفون على كافة الطرق اللي موجودة بالكويت بشكل دوري وتحديد الطرق وأولويات العلاج لكل طريق. عندنا أكثر من 18,000,000 متر مربع تم صيانتهم في سنة 2014 كصيانات أسفلتية. بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمعنية في الدولة عقد المجلس البلدي ورشة عمل للوقوف على احتياجات محافظة مبارك الكبير، واستمع الأعضاء إلى مختاري المناطق التابعة للمحافظة للتعرف على ما تحتاجه كل منطقة على حدة، وتم الاتفاق على توفير خدمات عدة أهمها إنشاء مستشفى يخدم المحافظة وكذلك توفير وتأهيل مدارس لبعض مناطقها تعمل على استيعاب أعداد الطلبة والطالبات المتنامي. تطرقنا لعدة مواضيع مهمة جدا تخدم أهالي محافظة مبارك الكبير، ومن أهم هذه المواضيع هو إنشاء مستشفى لهذه المحافظة. طبعا هناك في قرار مجلس بلدي سابق في عام 2013 بالموافقة على إنشاء مستشفى لمحافظة مبارك الكبير. هناك في عملية تنسيق مشتركة ما بين إدارة مكتب المحافظة وأيضا المختارين مع الجهات الحكومية. أيضا طلبنا من وزارة التربية أن توفر هناك في مدارس في منطقة أبو الحصانية والمسيلة، وأيضا طلبنا من بلدية الكويت أن يعني بالفعل تسوي لنا مسح ميداني لهذه المحافظة.
محكمة الجنايات قررت تأجيل قضية أمن دولة والمتهم فيها النائب السابق وليد الطبطبائي بإشاعة أخبار كاذبة لجلسة الرابع من أكتوبر للإطلاع والتصوير. وكان أخلي سبيل الطبطبائي في وقت سابق بكفالة 3000 دينار على ذمة القضية. نقابات جمعيات النفع العام عقدت مؤتمرا صحفيا في جمعية التمريض الكويتية تحت شعار لا للبديل الاستراتيجي، حيث أعلن المشاركون في المؤتمر مشروع البديل كونه لن يساهم في تحفيز الشباب على دخول العمل في مختلف الجهات. احنا جمعية التمريض ومجلس الإدارة قررنا ان البديل الاستراتيجي هذا ما يتطبق على التمريض نهائيا، بالعكس يعني احنا طالبنا ونطالب من الان بالقنوات هذه مجلس الوزراء انه يعطي التمريض يعني بدل تخصص علاوات اضافيه، لان احنا 6% مقارنه من 20,000 ممرض وممرضه 1200 كويتي. شلون بدعم الكوادر الوطنيه؟ شلون احفز الناس على دخولهم الى مهنه التمريض وتسوي لي بديل استراتيجي؟ أعلنت إنجاز عن الفائزين في برنامج الشركة للعام الحالي بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى، وتهدف إنجاز إلى التعريف ببيئة العمل في القطاع الخاص وتبني المشاريع للطلبة في المدارس، وذلك من خلال تعليمهم كيفية إنشاء الشركات لحثهم على العمل في القطاع الخاص. يذكر أن إنجاز مجموعة من الشركات التي تساهم لتقديم جملة من الأعمال التطوعية لتدريب وتنمية المواهب الشابة. الطلبة الكويتيين أو الدارسين في الكويت عندهم اهتمامات كثيرة، بس يحتاجون الإنجاز ويحتاجون التدريب لصقل هذه المهارات وإظهارها في القطاع الخاص، خصوصا أن القطاع الخاص محتاج هؤلاء الشباب. إحنا من شركات القطاع الخاص أيضا ساهمنا بالأموال والوقت والجهد لمساعدة طلبة المدارس لتعليمهم كيف إنشاء الشركات والعمل الحر والعمل الخاص، كيف يعطي الإنسان حرية ويصنع الإبداع. إلى المناطق السعودية الحدودية مع اليمن، وصلت قوة عسكرية جديدة تابعة للقوات البرية السعودية. تحتوي القوة على مئات من الدبابات والمدفعيات الحديثة، كما تحمل معها آلاف الجنود والضباط في تخصصات عدة لتشغيل هذه الآليات. من ناحية أخرى، قتل 45 شخصا على الأقل في قصف للتحالف استهدف مبنى قيادة الجيش اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح. كما شنت قوات التحالف غارات جديدة على مواقع ومعسكرات لميليشيات الحوثي وصالح، وكان معسكر ألوية الصواريخ في فج عطان جنوب صنعاء واحدا من تلك الأهداف. وفي الشأن البحريني، أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الإخلال بالأمن. وقالت الوزارة أنه تم القبض على عدد من مرتكبي الأعمال التخريبية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتم تحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر. كما تم القبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، مضيفة أن الاعترافات بيّنت تلقي عناصر التنظيم تدريبات عسكرية في العراق على أيدي تنظيم حزب الله. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن سقوط 28 مسلحا من تنظيم داعش بين قتيل وجريح في قصف لطائرات التحالف الدولي استهدف مراكز التنظيم بريف حلب شمال سوريا. وذكر المرصد أيضا أن حلب تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها والكتائب المعارضة في محيط جبل عزان وقرية الحدادين. وفي إدلب شمال غرب سوريا، ذكر المرصد أن طيران النظام الحربي كثف من غاراته الجوية والتي استهدفت مناطق في العديد من البلدات والقرى الأخرى.
شر البلية ما يضحك، مثل ينطبق فعلا على تعامل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث تناول مستخدم مواقع التواصل وصف لهيب الحر بجملة من الصور المضحكة. رعايتكم الصحية أسمى أهدافنا منذ 40 سنة، من الجد إلى الأحفاد، مستشفى هادي. مساء الخير، النهاردة حابة أتكلم معاكم على السكر النوع الثاني من السكري، واللي بيظهر عادة فوق سن 40. اللي بطلبه من كل الناس دلوقتي ان هم محتاجين يعملوا فحص دوري للسكري الصايم وبعد الاكل بساعتين، وسكر التجسسي اللي هو بنقول عليه للثلاث شهور. مش معنى ان احنا سكرنا طلع مره واحده طبيعي ان احنا ننسى الموضوع ابدا. مشكله السكري بالذات النوع الثاني انه المضاعفات بتظهر سنوات قبل ما يظهر المرض، فمحتاجين فحص دوري فوق سن 40 ونراجع الطبيب ونهتم دايما بالحفاظ على الحمية الغذائية لنا. أشكركم وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. رعايتكم الصحية أسمى أهدافنا منذ 40 سنة، من الجد إلى الأحفاد، مستشفى هادي. كامري الجديدة في الأسواق، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت تداولاتها على انخفاض في المؤشر الوزني بنحو 0.8 نقطة، في حين صعد السعري بواقع 5.6 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد أغلق متراجعا ب4 نقاط ونحو 0.5 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 12,100,000 دينار. شركة محمد ناصر الساير وأولاده للسيارات كشفت النقابة عن الجيل الثامن من سلسلة تويوتا كامري الجديدة كليا، وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل بدر الساير على خطط الشركة التوسعية عبر إطلاق جملة من مراكز تويوتا في مختلف مناطق الكويت، مشددا على أن رضا العملاء حجر الزاوية الذي تركز عليه الشركة. نحن مستمرون مستقبلا في تأسيس وإطلاق مرافق جديدة لتويوتا في الأحمدي والفحاحيل وبفطيرة، بالإضافة إلى مدينة تويوتا الفريدة والأولى من نوعها التي تضم مرافق متكاملة، وكله في سبيل راحة وتجربة العملاء الشاملة. لقد شهدت مبيعات تويوتا نموا متوازنا عبر مجموعتها المتنوعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة البيك اب، محافظة على موقعها الريادي في المنطقة. إن النمو الثابت في المبيعات خلال 2014 يؤكد نجاح توجه تصميم تويوتا الجديدة من ناحية التطوير منتجات أكثر عاطفية لتتواصل مع العملاء. الأصفر يخسر والأبيض يعوض، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. ما
من جديد أهلا بكم بالأخبار الرياضية. في انطلاقة البطولة الخليجية 35 للأندية لكرة السلة التي يستضيف منافساتها نادي الكويت حتى 13 من يونيو الجاري، تعرض فريق القادسية لخسارة غير متوقعة أمام فريق الفتح السعودي بفارق 4 نقاط وبواقع 69 نقطة ل65، بعد أن كان القادسية متقدما طوال أشواط المباراة وخسرها في الدقائق الأخيرة من الشوط الأخير الذي شهد انتفاضة كبيرة من لاعبي الفتح السعودي لينتزع أول نقطتين في مشواره في البطولة. وفي لقاء آخر فاز فريق المنام البحريني على فريق السد القطري ب72 نقطة ل71. والله الحمد لله رب العالمين، كل هذا جاء بفضل تكاتف الفريق وإصرارهم على الفوز، يعني الفريق ما فقد الأمل أبدا أن يرجع في مباراة، فالحمد لله قدرنا نرجع. كان فرق عنكم الغازية؟ في البداية كنا شوي مرهقين، والحمد لله الفريق استجمع قواه وتركيزه وقدرنا نقلب النتيجة الحمد لله رب العالمين. المباراة ما كانت صعبة، طول الجيم نادي القادسية متقدم، الحمد لله ربي وفقنا في آخر الجيم قدرنا نسرق الجيم من نادي القادسية. كانت مباراة يعني مو ذيك السهولة، لكن الحمد لله توفيق رب العالمين هو خلانا نفوز بالبطولة الحمد لله يا رب. الكورة الأخير كان عندنا أخطاء كثيرة، يعني استغلها نادي الفتح، كنا مو مركزين شوط الرابع، وبس يعني احنا ان شاء الله المباراة هذه يعني نتعلم من اخطائنا، لان احنا كنا مثل ما قلت فارقين 12 وما ادري شنو صار، بس انه قلت لك لهم وان شاء الله نعوض المباراة الجايه ان شاء الله. فقد الامل القادسية؟ لا لا الحين تو الناس، هذه تو اول مباراة لنا ان شاء الله، باقي لنا مبارتين مع السد والمنام، ان شاء الله نفوز نتأهل باذن الله ان شاء الله. ونبقى في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة وضمن منافسات المجموعة الثانية، دشن مستضيف البطولة فريق الكويت مشواره بفوز سهل على نظيره نزوي العماني ب91 نقطة ل80، وفرض لاعب الكويت أسلوبهم على الخصم بقيادة المتألق حمد عدنان وراشد الرباح والمحترفين ماركوس وزميله بريموس وحسين الخباز ليهيمن الفريق على المباراة منذ انطلاقتها حتى النهاية، ويسجل فوزا مهما وجه من خلاله انذارا لكل الفرق بجديته على المنافسة. اشكر اللاعبين واشكر الاداريين، اليوم مباراة كانت حلوة بالنسبة لنا، وفريق نزوة فريق يعني ممتاز ويلعب نظام وعنده خامات حلوة، والحمد لله انت شايف الموضوع انه محترفين لعبوا واحنا لعبنا بجهدنا، لعبنا جماعي والحمد لله فزنا بالمباراة. مباراة اليوم كانت بداية لنا، بلشنا يمكن مباراة في ضغط يمكن علينا او شيء، يعني ما ادينا عدل، بس بفضل الله مع اسوأ حالاتنا بس فزنا الحمد لله، وبين اخر شيء يعني ان بذلنا مجهود الحمد لله فضل الله. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.